أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على ضرورة متابعة الاحتياجات للمواطنين أولا بأول من قبل الوزارات والهيئات الحكومية، وشدد سموه على ضرورة النظر في شكاوى المواطنين ومتطلباتهم وملاحظاتهم وحلها من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة بها، فتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بها أولويات في العمل الحكومي. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لنواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بقصر القضيبية، حيث تابع سموه سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية والحيوية وبخاصة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة المقبل. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بكل جهدها للبناء على ما تحقق من مكتسبات ومنجزات للوطن والمواطنين في أجواء آمنة ومستقرة تدعم توجهها في جعل الإنسان البحريني هو عماد التنمية وغايتها الأساسية. إلى ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمعالجة ما يثيره المواطنون بشأن استيائهم من بعض الأمور التي تسبب الإضرار والأذى للمرة في الطرقات والأحياء، وإيجاد الطريقة المثلى للتعامل معها من قبل الجهة المختصة المتمثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.